بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في شكل محاضرات إلكترونية مدمجة باقي مقرر التكاليف لدبلومة المحاسبة المالية سنة أولى. في هذا الجزء نتناول مشاكل قياس التكاليف الخدمات الصحية. سبق ان احنا في الاجزاء السابقة من هذا المقرر ان احنا وضحنا الاتي، ان قياس التكاليف يتأسس بصفة عامة على تبويب التكاليف الصحية الى مباشر وغير مباشر. ليه مباشر وغير مباشر؟ لان الاسلوب المتبع في القياس يختلف باختلاف نوع التكلفة سواء كانت مباشر او غير مباشر. رقم 2، يتطلب القياس أو قياس تكلفة الخدمات الصحية شأنها في ذلك شأن قياس أي تكاليف أخرى الاختيار بين نظامين لقياس التكاليف، نظام تكلفة المراحل الإنتاجية ونظام قياس تكلفة الأوامر الإنتاجية. لأن عدم مراعاة ملائمة نظام المستخدم للقياس للتكلفة المستهدفة بالقياس سيؤدي إلى نتائج بعيدة بعدا شاسعا عن دقة القياس. رقم 3، الهدف من القياس في النهاية توفير معلومات للإدارة لاتخاذ القرارات بفعالية. هل يكفي لهذا الغرض القياس الفعلي للتكاليف؟ بالتأكيد هناك استخدامات للتكاليف وقرارات تتخذها الإدارة لا يستطيع أن يخدمها القياس الفعلي للتكاليف، وإنما يتطلب الأمر في هذه الحالة أن يكون هناك قياس معياري أو قياس محدد مقدما للتكاليف. برضو ونحن بصدد قياس تكاليف الخدمات الصحية يجب أن نفرق بين التكلفة الوسيطة أو أغراض التكلفة الوسيطة وأغراض التكلفة النهائية. لأن أغراض التكلفة الوسيطة يتم قياس التكلفة الخاصة بها تمهيدا لاستخدامها في تحديد تكلفة أغراض التكلفة النهائية. أغراض التكلفة الوسيطة في نظام الأوامر الإنتاجية هيكون الخدمات الصحية غير المتناسبة، في نظام المراحل الإنتاجية هيكون وحدات الخدمات الصحية المتماثلة مع بعضها. مشاكل قياس التكاليف الصحية المباشرة. أحد أهم مشاكل القياس إن احنا نختار نظام التكاليف القادر على القياس بأعلى قدر من الدقة مع مراعاة تكلفة استخدام هذا النظام والمنافع التي يمكن أن نجنيها من استخدامه. بصفة عامة هنقارن بين نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية ونظام تكاليف المراحل الإنتاجية. نعلم جيدا أن نظام المراحل الإنتاجية يمكن استخدامه لأغراض قياس التكاليف الخاصة بمراكز التكلفة الإيرادية لما يكون إنتاج هذه المراكز متمثلا في نوع واحد من المنتجات المتماثلة أو منتجات الخدمات الصحية المتماثلة، يعني ذو الوحدات المتماثلة أو المتجانسة أو النمطية. أو يمكن استخدامه أيضا عندما ينتج مركز التكلفة الإيرادية عدد من الخدمات الصحية التي يتسم كل واحد منها بأنه يتكون من وحدات نمطية أو متجانسة. أما نظام المراحل الإنتاجية، نظام الأوامر الإنتاجية هيلائم الاستخدام في حالة منتجات الصحية التي يتسم كل منها بأنه يتكون من وحدات غير نمطية أو غير متجانسة التي استخدمت المغسلة. هل هذا الأساس يعتبر أساس مناسب؟ يعني هنا هتتساوى جميع المراكز المستخدمة لخدمات المغسلة في التكلفة التي تتحملها، في حين أن استفادتها من خدمات المغسلة قد تكون مختلفة.
الأساس الثاني، هل نوزع على أساس عدد القطع اللي أرسلها كل من مراكز التكلفة الجرادية إلى المغسلة أو الوزن؟ نكون أفضل. الحقيقة بتقابلنا مشاكل، مشاكل عايزة تتحل وتتحل في ضوء قاعدة ربط الأثر بالسبب. لو قلنا على أساس عدد القطع ممكن قطعة كبيرة وقطعة صغيرة، ملاية سرير زي مثلا بلطو اللي بيلبسه المقدم الخدمة الطبية، ملاية سرير زي كيس مخدة، وده أساس لا أعتقد أنه يحقق التطبيق الأكثر إحكاما لعلاقات ربط الأثر بالسبب. طب على أساس الوزن، قد يكون الوزن مناسب لكنه في بعض الأحيان يثير مشاكل كثيرة. يعني لو جينا خدنا برضو صغير بيلبسه أحد مقدمي الخدمة الصحية في قسم التحاليل الطبي، ممكن يقع عليه مواد كيميائية ويأخذ وقت كثير جدا في التنظيف رغم أن وزنه قليل، قليل جدا، يقل عن وزن ملاية سرير بكتير. يمكن ملاية سرير وزنها يكون أضعاف وزن البلطو، لكن رغم كده البلطو ياخد مجهودات ويستهلك موارد كثيرة أثناء تنظيفه لوجود البقع عليه. رغم ذلك تحمل الملاية بتكلفة أكتر من البلطو. يبقى هناك في مشكلة تثار مع استخدام وزن أو عدد القطع. الوقت المستغرق في تأدية العمل هو أساس تاني، والحقيقة يعتبر من أفضل الأسس وبصفة خاصة في حالة المراكز اللي يرتبط استهلاك الموارد فيها عن تأدية الخدمة بالوقت الذي يستغرقه المركز لتأدية هذه الخدمة. بيعاب على هذا الأساس محتاج تكاليف تشغيل كتيرة، طلب الأمر الاحتفاظ بسجلات وناس تتولى أمر هذه السجلات وتسجل فيها وقياس الوقت الخاص بكل قطعة تم تنظيفها. ما أحد الأسس أيضا الأوزان الترجيحية. الأوزان الترجيحية بتحل لنا مشاكل في بعض حالات توزيع تكاليف مراكز التكلفة غير الإرادية، أي مراكز الخدمات على مراكز التكلفة الإرادية وهي المراكز المسؤولة عن إنتاج الخدمات الصحية. هذه المشكلة قد تتواجد في بعض الحالات، زي لو خدنا مثال اللي هو مركز المباني. مركز المباني من الأسس المعروفة لتوزيع تكلفة المباني والشائعة بشكل كبير جدا اللي هي مساحة المبنى. فبنوزع تكلفة مركز المباني على المراكز المستفيدة من خدمات هذا المركز استنادا إلى المساحة، إلا أن هذا الأساس يعتبر غير مقبول في حالات معينة. لو خدنا على سبيل المثال غرفة العمليات، مساحتها هل تعبر عن استفادة هذه الغرفة من خدمة مركز المباني؟ غرفة العمليات بتبقى تكلفتها يمكن تصل إلى 10 أضعاف تكلفة المساحة المماثلة في أقسام أخرى. يبقى معنى كده وتستهلك الكثير من خدمات مركز المباني، سواء من ناحية النظافة أو التعقيم أو إلى آخره. يبقى في الحالة دي ما نقدرش ناخد مساحة مركز الجراحة عشان نقدر نحدد التكاليف التي يجب أن نحملها إليه والتي تتسق مع مبدأ علاقة الأثر بالسبب. الأثر اللي خلقه هذا المركز اللي هو موارد تم استهلاكها، هل تتساوى مع المساحات الممثلة في المراكز الأخرى؟ لا، عشان كده بنستخدم الأوزان الترجيحية، بمعنى أن احنا يكون في معامل ترجيح. هذا المركز نرجح المساحة بتاعته من معامل معين ولتكن 3-4 إلى آخر. نطاق توزيع تكلفة مراكز التكلفة غير الإرادية على مراكز التكلفة الإرادية، بمعنى
هل نطاق التوزيع هيقتصر على توزيع تكلفة مراكز التكلفة غير الإرادية على مراكز التكلفة الإرادية فقط، أم أن هذا النطاق سيتسع ليشمل توزيع هذه التكلفة على مراكز التكلفة الإرادية ومراكز التكلفة غير الإرادية الأخرى التي استفادت من خدمات هذا المركز؟ في هذا المجال بنجد أن هناك عدد من الطرق المتاحة ولم نتعرض لتفاصيلها، فهي موجودة في الكثير من المراجع. طريقة التوزيع المباشر، وهي الحقيقة أكثر من طريقة، طرق التوزيع المباشر اللي هو التوزيع الإجمالي كوحدة والتوزيع الانفرادي. طريقة التوزيع التنازلي، بمعنى إن إحنا نرتب مراكز التكلفة غير الإرادية تنازليا وفقا لعدد المراكز التكلفة الإرادية التي تقدم لها خدماتها. التوزيع التبادلي، بنفترض ان مراكز التكلفة غير الإرادية تتبادل الخدمات مع بعضها. اسلوب عدد المرضى اللي هو لكل يوم، اللي هو بير ديجم، بيفترض هذا المدخل في تحديد متوسط التكاليف لوحدة الخدمة الطبية ان جميع وحدات المنتج الصحي متساوية تماما في استهلاك الموارد، ولذلك بنهمل الحالة الصحية للمريض وتأثيرها على استهلاك الموارد، وبالتبعية بنطلع متوسط تكلفة وحدة الخدمة الصحية المقدمة لكل مريض بعيدا عن حالته الصحية ومدى تأثيرها في الخدمة الصحية. الاسلوب الثاني اللي هو اسلوب التحميل الاضافي، وهو اسلوب شايع الحقيقة في مجال استخراج متوسط تكلفة الخدمة الصحية في الصيدليات والامداديات. بيتطلب هذا الاسلوب نحدد التكاليف الخاصة بمركز التكلفة الارادية وليكن 100,000، تحديد تكلفة المخزون الخاصة بمركز التكلفة الارادية، المخزون من الادوية مثلا كله بمليون، تحديد تكلفة المركز كنسبة من تكلفة المخزون. هناخد تكلفة المركز او الموارد اللي بيستهلكها المركز نقسمها على تكلفة المخزون، 100,000 على مليون بتطلع 10%. هتستخدم هذه النسبة المئوية في تحميل المنصرف للمريض من المخزون بجزء من التكاليف الخاصة بالمركز. يعني لو صرفنا لمريض ادوية ب 500 جنيه، يتحمل 10% اللي هي 50 جنيه كتكلفة لهذا المركز. الاسلوب رقم 3 اللي هو متوسط تكلفة الساعة من خدمة معينة. يعني بنفترض في هذه الحالة ان الخدمات التي يقدمها مركز التكلفة الإرادي تتناسب مع الوقت، يعني كل ما تقديم الخدمة كان اكبر كل ما تطلب تقديم هذه الخدمة استهلاك موارد اكتر، وده بيعتبر الحقيقة من افضل الاساليب لتطبيق حركات ربط الاثر بالسبب داخل مركز تكلفة ارادي معين. هذا الاسلوب يلائم الاستخدام في حالة مراكز تكلفة الارادية اللي الوقت المستغرق في تأديت القيمة الخدمة الصحية هو العامل المؤثر في استهلاك موارد المركز. بيوجه الى هذا المدخل انتقاد اساسي يتمثل فيه ان مقدم الخدمة الطبية من نفس النوع قد تختلف فئته الوظيفية من حالة الى اخرى، بمعنى ان ممكن الخدمة الطبية يقدمها اخصائي، الخدمة الطبية يقدمها استشاري، هنا الوقت هو واحد، هنقيس الوقت المستغرق، لكن اتعاب الاستشاري بتكون اضعاف مضاعفة اتعاب الاخصائي. يبقى في الحالة دي بيفشل هذا الاسلوب في تحديد الموارد المستهلكة. مثال قدامنا هنا اهو، ان عندنا في منشأة، احدى منشآت الخدمات الصحية، تكلفة الوقت جراح فيها الف 8 جنيه للدقيقة،
مساعد جراح 2 جنيه، ممرضة 15 جنيه في الساعة، متوسط تكلفة استخدام غرفة العمليات 1200 جنيه في الساعة. الوقت المستغرق في إجراء العملية لأحد المرضى: الجراح 110 دقيقة، مساعد الجراح 110 دقيقة، طاقم التمريض 2، ممرضة 130 دقيقة. حدد تكلفة إجراء هذه العملية. تكلفة الجراح بنحددها اللي هي الدقايق في تكلفة الدقيقة، مساعد الجراح إلى آخره، ونوصل إلى إجمالي تكلفة تقديم هذه الخدمة 3785. يبقى في الحالة دي هتشكل دي حدوث أخطاء في قياس التكلفة. ده كان ملخص للجزء اللي خاص بالجزء الأول من المحاضرات الإلكترونية. شكراً.